هذا شهدت جلسة اليوم مناقشة ملف الأسماك النافقة مع خلية الأزمة المشكلة من قبل الحكومة وتأثيرها على الثروة السمكية داخل العراق وانعكاسها على حياة المواطن لتلويثها مساحات واسعة من مياه الأنهار. كارثة بالنسبة لوزارة الزراعة مثل ما قلت، لأن هي ثروة اقتصاد بلد. اتصلنا بالجهات الحكومية مشكورة وزارة الصحة ووزارة البيئة، شكلنا غرفة عمليات لاحتواء الأزمة، اتصلنا بدول الخارج على مود المختبرات مالتها، أرسلنا عينات إلى تركيا، اتصلنا منظمة الفاو كون العراق عضو دائم في المنظمة. الأسبوع القادم سوف يأتي فريق عمل من خبراء من إيطاليا إلى العراق للكشف على هذه الحالة لكي لا تتكرر مرة أخرى. ضروري جدا أن تجرى عدد من الفحوصات، فأخذنا عينات من المياه، أخذنا عينات أيضا من الأسماك النافقة، وأرسلت إلى مختبرات داخل العراق في نفس اليوم وخارج العراق صباح اليوم التالي. هذه العينات الحقيقة استمرينا بأخذها بشكل دوري خلال الأيام الماضية. من الإجراءات الآنية العاجلة هي أيضا توعية المزارعين ومربي الأسماك، بالذات الرسالة الأساسية أنه عدم رمي الأسماك النافقة في النهر، وكذلك توعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الأسماك. الماء لا يقل هسه أهمية العراق، لا يقل عن جمع الجهود لمواجهة الأزمات اللي ممكن أن تظهر من المي، وهذا لا يقل عن محاربة داعش حقيقة. بالنسبة للأسماك مهم كثروة اقتصادية للبلد، ولكن الإنسان أهم. الإطلاقات المائية اللي كانت موجودة هي لم تقل عن إطلاقات الأعوام السابقة، بل في بعض السنوات كان أقل. فالسنة أصلاً هي بالمعدل. نوعية المياه محافظة على نفس المواصفات، كمياتها ما قلت عن المعدل بالنسبة والكمية اللي تحافظ على التدفق وعلى الخطة الزراعية وعلى وصولها للإنسان العراقي اللي هو الثروة الأكبر.